بين فترة والتانية بيحب أحمد حلمي إنه ينشر كل تفاعلات جمهوره معاه، والمرة دي نشر حلمي على الفيسبوك فيديو وصله من واحد من معجبينه وهو بيرسمه بالمقلوب من تحت لفوق. حلمي قال له إنه هو موهوب جدا ونفسه يشوفه عالمي، بس طبعا مش بالمقلوب. ليه عملت فيها كده؟ صح، رجال الحب هم اللي بيحبوا بعض، بس انت قلتي غيره او انانيه او شك.